بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد يا جماعة، في وقت قصير جدا هقول لكم رسالة يريد نسهم كلنا في نشرها. نواجه الغلاء والوباء والبلاء ونستجلب الأرزاق ونطلب البركة فيها بدعاء علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا مسلمين، إحنا مؤمنين، يعني مرتبطين بالواحد الأحد، يعني الأسباب بناخد بيها والأسباب لا تأتي بنتائجها إلا لما نتصل بالواحد الأحد مسبب الأسباب. إيه هو الدعاء ده في وقت قصير؟ الدعاء ده النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن سيدنا نوح عليه السلام لما جاءته الوفاة، لما حضرته الوفاة، قال لابنه: إني موصيك بوصية وإني قاصرها كي لا تنساها. هلخص الموضوع عشان ما تنساش: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أما الاثنتان اللتان آمرك بهما فيستبشر الله عز وجل بهما وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله عز وجل، أي يفتحان لك الأبواب. طيب إيه أول واحدة من الاثنين دولة؟ قال: آمرك بلا إله إلا الله، أن تكثر من قول لا إله إلا الله. فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعنا في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة لا رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة، حلقة مغلقة، لقصمتهن لا إله إلا الله. يبقى لا إله إلا الله تقسم الغلاء، تقسم الوباء، تقسم كل ما يخطر على بالك من الهموم والغموم والكروب. طيب إيه الأمر الثاني؟ قال له: وآمرك بسبحان الله وبحمده، أن تكثر من قول سبحان الله وبحمده، فإنها سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وبها يرزق كل شيء. يعني كل الكائنات، كل المخلوقات، الإنسان، الجن، الحيوان، الجماد، النبات، الطير، كله بيسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يعني بيقول سبحان الله وبحمده بلغة المقال، باللسان أو بلغة الحال، كل حاجة لها الطريقة اللي بتسبح بيها. يبقى حضرتك مفتاح الرزق إيه؟ سبحان الله وبحمده. تواجه الغلاء بإيه؟ بلا إله إلا الله. يبقى احنا نكتر منهم، نقول لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده. فلا لا إله إلا الله تفتت الغلاء، تفتت الوباء، تفتت الهدوء، الهموم، تكشف الضر والغم والكرب. وسبحان الله تستجلب الأرزاق وتستنزل البركات. وبعدين ده في حديث أنا سمعته عن النبي عليه الصلاة والسلام، حسنه الحافظ ابن حجر، قال عنه حديث حسن بيوصف كل اللي بينسى سبحان الله وبحمده ويتغافل عنها إنه غبي والعياذ بالله. لأن الغبي في اللغة العربية هو قليل الفطنة، الجاهل بعواقب الأمور، أو الغبي هو من جهل الخير ولم يعرفه. إيه الحديث ده بيقول إيه؟ بيقول: ما استقلت الشمس فيبقى شيء من خلق الله عز وجل إلا سبح الله بحمده. يعني ما استقلت الشمس؟ يعني ما ارتفعت الشمس في السماء، بعد أول يقول لك الشمس تطلع الساعة 6، 6 وربع بقى. ما استقلت الشمس أي ما ارتفعت الشمس في السماء فيبقى شيء من خلق الله عز وجل إلا سبح الله بحمده، أي قال سبحان الله وبحمده، إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. أيوة، ما هو اللي يعرف إن سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله بتنزل الرزق وتدفع الغلاء والوباء وما يدمنهاش، ما يكونش مدمن يولى في الصباح والمساء وهو رايح وهو جاي وهو طالع وهو نازل وهو بيصحى وبينام في كل أحواله حتى في السجود والركوع، يبقى كده فعلا بقى غبي والعياذ بالله. ربنا يعافينا وإياكم. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر الرغاوي اللي على الشط. وده يعني عايز يقول لك لما ذنوبك تروح سبحان الله وبحمده تمحو الذنوب، فالرزق ياتي. لان اللي بيمنع الرزق الذنوب، فانت بتطهر نفسك منها. وافضل الكلام: الذي اصطفاه الله للملائكه سبحان الله وبحمده، انشروا مأجورين مشكورين غير مأمورين هذا الفيديو، لعل الناس أن يذكروا الله بقول سبحان الله وبحمد الله مفتاح الرزق ولا إله إلا الله اللي بتقسم الهموم والغموم وتكشف الكروب، لعلهم يقولون ذلك. شوف كم واحد حيوصل وتاخد حسنات بنية صالحة. أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا وأن يقضي دوننا وأن يكشف عنا الضر وأن يدفع عنا ويرفع عنا الغلاء والوباء والربا والبلاء. آمين. انشروه مأجورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.